يا مساء الجمال، تحسوا ان احنا بقى عندنا حاجة غريبة، ان احنا ما شاء الله بقينا نخرج كل يوم واحيانا مرتين كل يوم. يا ابني رمضان كريم يا ابني، قلت طبعا مفيش احلى من كده. مدلعكو ومظبطكو ومهشككو ومظبطكو. ايه انا عايز اقول لك، لابس اوفر سايز كله متاح. لا نيره شياكه ونيهال شياكه ويوسف شياكه ورماس الشياكه وزياد الشياكه. طحن الخواطر. يعني عايزه اقول لك على حاجه، قولي. عسى تتعود ان كل يوم في خروج بعد كده. ليه يعني؟ نهايه انا رئيسه العصابه بتاعتكم. ماسكين عليا زله. اتجوز يا حسن يبقى هتفلس يا ابني. مش هفضل ادخل الولد ده جوه مش خارج معانا. لا طبعا يا ابني، انت لازم تخرجها كل يوم. ادعوا له، ادعوا له يا مير بيت ابوه، وكمان ادعوا له يا مير بيت ابوه. انا عايز اسمع دعوتين زي اللي انا كنت بسمعهم فوق من شويه. ربنا يكرمه يا رب. يا امين. والله يا انت، يا رب كتر من فلوسه. امين. يا رب كتر من عربياته. امين. يا رب كتر من خروجاته. امين. يا رب كتر من عياله. امين. يا رب كتر من حسناته. امين. يا رب يجيب لنا الملك هنا. يا رب كتر من خروجاته. امين. يا رب كتر من ضحكاته. امين. يا رب كتر من حسناته. يا رب يكتر. انا اللي كنت بدعي اسجد. يا رب يكتر من عربيات. طب يلا عشان كده متاخر. اصل انا عايز اقول بقى ايه للي بيتفرج علينا، مش لكم انتوا عارفين الكلام ده، ان هم تعودوا كل يوم بعد الفطار يجوا ويقعدوا يدعوا لي قدام الباب دعوات كتيره. وانا رئيس العصابه. ايه رايك؟ وانا رئيس العصابه، انا اللي بلمهم كل يوم بعد الفطار. ماشي يا عم المافيا. انا النهارده انا عايز التعليقات كلها تكون بتقول هاشتاج نهال مافيا. لا 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 لا، هاشتاج نهال مافيا. يا ابني هتسوق سمعتي يا ابني، اصبر. عايز ايه يا ماسة؟ انا عارفه اللي هتجيب معايا. هتجيب ايه؟ اقول في ودنك عشان جاي هتقتلني. تعالي قولي عايزه تقولي ايه. امين. 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 امين على ايه؟ بتقول يا رب يكتر من حبك لنهال، فانا بقول امين بحرقه. انت بتعور. بقولها بحرقه. بقول لك يا رب كتر من زوجاته وانت فمتك سودا معايا. مفيش خروج تاني يا نيره. ما تجوش تقولوا لي كل يوم احنا عايزين نخرج، ممنوع الخروج. مش هنخرج. مش انا اللي برتب. من غير ماشي. يعني اتلغت كده خش. مش انا اللي برتب الخروجات. انا شايف ان هي غلطت. النهارده اخر يوم. انا شايف ان هي غلطت ولازم تتعاقب. انا عشان لا والخروج اردت ليه؟ لا انا بس بتاع العربيه ويلا بينا. هي بتعرف تسوق معاها رخصه. يلا انا معايا رخصه، والرخصه في العربيه يا حبيبي. يا ابني دي بتعرف تمشي بوشها، ما بتعرفش ترجع بظهرها. عامل لهم النهارده سهره جامده، هنروح ان شاء الله خيمه رمضانيه. احنا لحد النهارده اللي هو احنا رمضان خلاص، احنا داخلين في الثلث الاخير منه، ولحد النهارده احنا ما سهرناش ولا مره في خيمه رمضانيه. فالنهارده انا قلت اسهرهم في خيمه رمضانيه، بحيث ان احنا رمضان ما يكونش عدى كده هباء، ويكون في حاجه احنا ما عملناهاش. بص انت لو ما وديتنيش نهال عندنا تسوق. نهال عندنا تسوق. بعتك في لحظه. نهال بتسوق. بعتك. ما هي نهال معهاش مفتاح العربيه. احنا ممكن نساهم منك. يلا يا اسطى، يلا يا اسطى. يا حبيبي هاخد مفتاح العربيه الثانيه. مش هتعرفي تخرجي؟ لا هعرف. عشان اجيب العربيه واقفه هنا. يا ابني ما بتعرفش ترجع بظهرها اصلا. ما بتعرفيش ترجعي بالعربيه بظهرها. بعرف، عيب عليك، ده انا سيطره. ما يلا يا نجم، وصلنا على فكره. يلا يا برنس. انت كنت نايمه في شنطه العربيه؟ دي خروجه ولا سرير ده؟ انت جايه تنام ولا جايه تتفسح؟ جايه تنام ولا جايه تتفسح؟ حد الله وقعد فيه ده بيتخانقوا علشان يقعدوا في شنطه العربيه. ده شنطه العربيه دي حاجه مميزه، بتحس ان انت في كوكب لوحدك خالص. صح يا مسا؟ احنا فين؟ احنا في الدنيا، احنا في مصر. انت نايمه بالك كتير اصلا. بتكتبوا ايه على العربيه؟ يعني انا اغسل وانضف وانتوا تبهدلوا؟ طب يلا يلا عشان ندخل، يلا عشان الناس مستنيانا جوه. ايه رايكم في المكان الجامد؟ يحيى ايه رايك؟ انت جادد ليه كده؟ حاسك مش مبسوط. هو مش مبسوط خالص. مبسوطين يعني؟ اه. عامل لك انا بروجرام هايل، متفائل؟ لا المكان شكله حلو. ما دام في ملاهي نبقى مبسوطين. يحيى الفيزا اتسرقت منه 4000 جنيه، اتسحب منها 4000 جنيه وما يعرفش دول راحوا فين ومين اللي خده.
للاسف الخروجه باظت وما اتبسطوش، واللي انا كنت مخطط له كله باظ، ما عجبهمش القعده وحسوا ان الجو فيه ملل. انا حاول يا ابني، مش انا قلت لك انا مش متفائل؟ ليه انت مش مصدقني؟ حتى الصوره اللي اتصورتها كانت مش حلو. وانا انا عارفين انت اللي هو انا حاولت، بس يعني الحمد لله بقى. انت روح اكل لنا. انا عن نفسي ما اتبسطتش، القعده ما عجبتنيش، وحسيت ان الخيمه رمضانيه يعني لا عاديه، مش هي دي اللي كانت في بالي. احنا نعمل احسن منها بصراحه. نعمل احسن منها. احنا بيتنا، القعده في بيتنا. احنا نعمل خيمه في جنينة. لا، واحنا لو جبنا خيمه وعملناها في البيت وقعدنا كلنا مع الصبايه البيت. انا ما استفدتش حاجه من القعده دي غير ان انا طالعه دماغي هتنفجر ومش قادره، وانا ما استفدتش حاجه غير ان انا وجعانه. والمشكله ان هم قاعدين هم بيشغلوا في اغاني بس، وانا في حاجه واحده ان هم مش بينسين السحور، هيحنطونا. الوقت اتاخر جدا والسحور لسه ما نزلش، يعني انتوا عاملين السحور اوبن بوفيه عشان تنزلونا؟ بص انا عندي اقتراح، هنروح بيتنا. ايوه الجميل الحلو العسول. ايوه ونعمل في السحور ايه بقى؟ متين بقى في كل حاجه، وبيض مسلوق وفول مسلوق وبيض مقلي وفول مقلي. يا حسن وبطاطس مقلي عند رجل الدرك عليه. هنشوف. ماشي، انا عايز اكل عجل وناكل برضه. عجل ايه يا رماس؟ ده انا رجلي متشلفطه يا رماس من اخر مره. انا نركب انت بتركب عشان تبقى فرعانه تدخلي ملايه. لا وربنا. كل واحد بيدور على مصلحته عشان نبقى فرحانين ندخل ملاهي. مفيش على ايه؟ انا صاحبي خبط وفتح لي العربيه. طب يا العربيه اللي فتح لك لما تخبط عليها يعني تستني يسحب. طب المهم انتوا اتبسطتوا؟ يا دي النحس. خروجات اللي نلبس اخترعنا. انت خروجاتك ما خرجناش تاني بعد اذنك. واطيه. خلي بالك. انت تعالى البنك بقى. خلي بالك. انا قاعد معاكي اكتر. انا بقيلك. يعني ايه قاعد معاك؟ يعني البيت دي انا هقول لك بقى. لا اسمعي بس، اسمعي بس. انت رايح تتجوز عليا ولا ايه؟ لا لا لا. البيت دي بقى اقصد ايه؟ ان البيت دي هتطلع تقعد في الاوضه فوق وهتقفل الباب مش هتلاقي غيري. طب انا عايزه اعرف دلوقتي مين اللي بيقعد يسن على دماغه ويلمكوا كلكم عشان يخرجكم؟ انت. يعني عشان تعرفوا ان محدش هينفعكم فيه. طب انتوا بتحبوا مين اكتر، حسن ولا نهال؟ طب والله ما انا مدخلك الملاهي. تعالى بقى ادخلك. انت هتروحي فين؟ طب انت بتحب حسن اكتر ولا نهال؟ يا اسطى انتوا الاثنين واحد. انت كبرت فبتقول اجابه دبلوماسيه. وانت مين، حسن ولا نهال؟ دبلوماسيه برضو. واطيه. حسن ولا نهال يا نهال؟ نهال. انا بسالك انت. انت مالكيش راي، مالكيش دعوه. يعني ايه مالهاش راي؟ يعني عشان قالت يعني مالهاش راي. بتحبي مين يا نهال اكتر، حسن ولا نهال؟ مين اللي بتحبي؟ انت بتقولي بتحبي مين يا نهال اكتر. انت بتحبي مين اكتر، حسن ولا نهال؟ يعني ايه السؤال الحلو ده؟ انا بحب الاثنين. ردي. بحب. يعني انت بتحبي نفسك قد ما بتحبني؟ لا يا بيبي، ده انت روح قلبي. ما تقوليش بيبي دي. بس يا بنت ما تقوليش بيبي دي. ما تقوليش بيبي دي. بيبي دي انقرضت خلاص. تحبني ولا عادي؟ يعني نص نص. خلاص يلا نروح نتسحر بره. انت بتسالتيني. بتحبي مين اكتر، حسن ولا نهال؟ بص هو الخال والد. ايوه انا هختار الخال خالد. يعني لو قلت هتخرجنا على حسب هتقول ايه؟ يعني انت هترشيه وخلاص. ما انا اللي برتب الخروجه. هو قال لي معلش هتتجوزني. بتحبي مين اكتر يا بس اللي قال اجابه واضحه؟ خاف يقول نهال لحسن تزعلي، قصدي خاف يقول حسن لحسن مش عارف. ايه الاثنين زي بعض بس. لا اقول كلمه حق. ايوه تعالى انت من قفاه. الو ايه افتح لنا اسطى الباب وانا بالاحسن. انا على اخري وعايز ادخل الحمام. وانا على اخري مش قادر عامله على العربيه. كلنا على اخرنا. احنا خلاص دي اقل من نص دقيقه وانا قدام البيت. يعني مين اللي هيدخل الحمام الاول؟ يا عم افتح الاول. افتح لنا بس الباب يا اسطى. كل الثلاثه يدخلوا حمام. يلا بسم الله عليك دلوقتي بسرعه عشان احنا شاربين ماء. خلي اللي مش قادرين تعبانين موت. هو كمان ربع ساعه هتستناه يا جدعان انتوا فين؟ هنقول له معلش احنا قدامنا نص ساعه ونبقى في البيت. احنا قدامنا نص ساعه. والله ما هيرضى يفتح لغه. صح مش هيرضى. والله ما هيرضى يفتح لغه. لا هيفتح عشان جايبين له اكل. لا مش هيرضى. انا عارف عليهم. انا مفتاح اصلا. بيحوروا عليك. يا استاذ محمد اجاب. بحاول على الصلاه ما تكون جاي بجد بدور على الاسم. يا اسطى احنا قربنا يا اسطى. انا هقول لك بقى لما تكون جاي بجد بدور على الاسم.
يا ابني احنا على اول الشارع يا اسطى. عندك كارفور وداخل عليه يا اسطى. انا عندي كارفور داخل عليك انا يا جدعان. هل اللي بدلت يا جدعان؟ لا ما سمعتنيش قصدي. اللي هيلحق ياكل هيقع في الفخ. الفخ قرب يأذن. مين قال لك انت عاوز كل بس؟ تعالى. شكرا يا نهاية. شفت ايه رايك؟ يعني انت تعمل فيا مقلب ومراتك ما هونش عليها؟ انا اللي قلت لها يا خالي والله. بس انا سمعتها على فكره. انا فكره ايه؟ انا بس هم قفلوه. قولي والله قبضت يعني قفلت بقها يعني قبضت. لا والله العظيم هم اللي حطوا ايديهم على بقي. انما انا ما قفلتش. البطاطس جميله. الاكل الجامد ده عاملين حسابي ولا مش عاملين؟ اه طبعا. طب فين؟ يعني مقلب ومش جايب لك وصفه يا اسطى. خمس قطع فراخ نص فرخه كامله. طب هي فين؟ طب ما تديها لي. انتوا حاطينها قدامكم ليه؟ احنا مستنيينك تخلص. مهدينا الله يبارك لك. هم على اهل. هتاكل يا زميل. هاتي يا رماسي عسل. العيش فين يا جدعان؟ هو كايزر جايبين لكل واحد كايزر واحد. كل واحد كايزر واحدة؟ كل وجبة. فشفت اخر الكذب بقى لما رنيت عليا بجد ايه اللي حصل؟ البيت نزلت فتحت لنا عادي. بس اتزنيتوا على الباب. لا بس فتحت لنا. احنا كنا بنرن قبل ما ندخل على البيت اصلا. اتزنيتوا على الباب. انجي وايناس فين؟ يا ايناس. من نصر بقى؟ منين ابتديها بنصر؟ منين اللي خد من مشانك تنظمهم؟ ايه؟ كل يا عم كل يا عم. ألف أنا يا جماعة ومتجمعين عند النبي إن شاء الله. تعالي انجي تسحري معانا ونادي لإخواتي. هتتريق عليا تسمعوا ولا مش عارف تسمعوا؟ تسحروا معانا.